السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل فيديو مع بعض، بنطلون كاجوال سهل جدا وبسيط وبقل وقت. بس قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، عايزه منكم بس لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس، علشان بس الفيديو يتفاعل، علشان ما يتحذفش مره تانية مني، لاني ما بقاش في تفاعل. يلا بينا نعمل الفيديو. يلا بينا ناخد المقاسات. القماش ده متطبق 4 طبقات، طوله 105، هناخد الحجر 40، 4 طبقات اهمت. الحجر القماشة كلها 38، وسع الحجر، الطول الحجر 40، هنعمل نقطة. وهناخد الوسط 28، وهنقيس وسع الرجل تحت 33، ونقدر نوسعها لو حابين توسع اكتر من كده. هنعمل خط الوسط، خط الهنش، ده الخط اللي هننزل عليه الحجر. الهنش كده 28، وهنا الهنش ولقيت 38، الوسط 28. بعد لكم المسا التانية، معلش. هناخد حردة الجرف حجر البنطلون، هنوصله مع الرجل، وهنطلع بخط. هنقص رجل البنطلون الاول من تحت، او من الحجر من فوق، هنقص كده الحجر، ناخد الحردة بتاعته الدوران، هنقص الرجل بقى، كده بنقص الحردة اللي هي تحت. هنقص من الامام 2 سنتي علشان الحجر يقصر عن الخلفي، هنقيس 2، وهنقيس من تحت، وهنشيل ال2 سنتي دول، هنعمل خط وهنشيلهم. احنا كده في الحالة دي قصرنا حجر البنطلون الامامي، وعشان الخلفي يكون طبعا اكبر من ظهر 2 سنتي. طبعا احنا عاملين البنطلون ده 4 طبقات، واخدين حردة الحجر شكل واحد، بس بعد كده بنفصل ان نخلي دي اصغر من اللي ورا. يعني ده الفرق، اللي احنا بنشيل الجزء ده عشان نخلي الامامي طبعا اقل. في حاجة تانية هنعملها دلوقتي، ان هنقيس من الجنب هنا 1 سنتي، وهنقلله هو كمان لغاية تحت، ده هنفصله من الامام. هنعمل خط كده، وعايزين نفصله. ده الخط اللي احنا خدناه من الجنب، هنفصله. خلاص فصلناه، هنبتدي بقى نركن الظهر ورا. احنا هنيجي هنا في الامامي، هنقيس 5 سنتي، وهناخدهم بكرفة على ما فيش. هنا بقى عكسنا الامامي اللي بناخد منه، لان احنا عاملين البنطلون ده كله قطعة واحدة كاجوال. هنعلم كده على ما فيش، هنشيلها بالمقص. بص يعني البنطلون دوت مفيش اسهل منه، يعني سهل جدا جدا. استغلوا بقى
مثلا يعني هو بسيط، وحاولوا تكرروا كذا مرة عشان يكون مصلحة ليكم. هو بيطلع طبعا في التشطيب نضيف جدا وشكله حلو في اللبس، يعني ممكن يتعمل اللي هو الشانيل بيبقى طبعا حلو جدا، هو نفس الموديل ده. وممكن نعمله اي قماش، مش شرط ان يكون قطن. هنا هنعمل الجيب الجانبي، هنقيس 6 في طول 20، نعمل علامة ونوصل النقطة للنقطة. طبعا احنا هنوصل الحردة بتاعت الجيب مع الجيب نفسه. دول 4 طبقات، 40 سنتي، هما مفتوحين الطبقتين، هنطبقهم هتبقى 20، 20 في 30، يعني الجيب الواحد متطبق طبقتين 20 في 30 طول، لكن لما نفردهم خالص بتبقى 40 سنتي الجيب الواحد. هنا نقطة تانية اللي هي بتاعت 20، بنشيك عليها مرة تانية وهنحطهم على القماشة بتاعت الجيب. هنفتح الأول الجنب ده، هنسحب الأمامي كده لغاية الحرف هنا، هيبقى فيه كرف طالع كده لأن احنا عاملين كرف أمامي، نعلمه وهنشيله. نظبط الجنب كده كويس. هنقص احنا دلوقتي البنط الجيب، هناخد طبقتين من قماشة الجيب مع الطبقتين بتوع الأمام، وهنفتح فتحة الجيب. هنعلمها كده الأول، بعد كده نقصها. نساوي اي حاجة زيادة بتطلع هنقلب القماش كده عشان ندور عرضة الجيب من جوه. هنقيس بعد القصة 6، نسيب 6 سنتي بس كده فوق، وهنبتدي ننزلهم على مفيش كده، وبعدين نعمل دوران. ده دوران بتاع الجيب، بنشيل كل الزيادة دي لأن بنشيلها من فوق لكن بنخليها تحت بالشكل ده. خلاص قصينا دوران الجيب، خلاص كده بس كده خلص. هنفتح القماشة ونطلع الأمامي، بعد كده هنحاول نخيطهم مع بعض، يعني هنشوف ازاي هنركبهم. بنحط الوش على الوش، يعني هنا الوش العدلة على العدلة، وهنبتدي نقفلهم. دلوقتي هنحطهم كده ونخيطهم بالشكل ده، بعدين نقلبها على جوه تبقى كده العدلة. هنعملهم على المكنة دلوقتي كده، هنقفل بالشكل ده. البنطلون ده مبياخدش وقت خالص، يعني ده بس عشان برضو ايه المكنة ما تكشكش معانا الزرزرة بتاعتي الخياطة واحنا مش خياطة. هنقفل كده، قفلنا. بنثبت على الحرف، نعمل فيه المطولة، بنقصقص بسيط عشان ما نقلب الجيب يبقى الخياطة بتاعتنا مفرودة، وهنحاول ندوس عليه من بره مرة تانية. خياطة رفيعة اسمها فرمطونة، يعني نقدر نعملها بالراحة كده على الحرف. نبتدي بقى كده نشتغلها، وبعد ما نخلصها دي بنحاول نكويها، يعني لازم نكويها، بتدينا طبعا شكل انضف بكتير كده. خلاص خلصنا الجزء ده، هنجيب بقى التانية دي ونحطها ونقفلها من جوه، نحط خضاب الدوران بتاعها كده. هنقفلها يعني، بصي ما بياخدش وقت خالص، يعني انا اشتغلته يعني انا قصيته بس دي كده قفلته، ما خدش وقت يعني نص ساعه. يعني انتوا نفس الطريقه هيبقى معاكم كده، مش انا يعني عادي، يعني هو سهل جدا وبسيط كده. هنقلبه ونحاول بقى نثبته من الجنب زي ما بنثبته كده، ونثبت من فوق عشان ما نيجي نقفل الظهر والخلفي يبقى معانا مظبوطين.
هنا قفلنا الجنب هنا بتاع الجيب، بس عملناه اوفر الاول، يعني احنا عملناه اوفر الاول. اللي عنده اوفر يعمل اوفر، اللي عنده مكنة صرفانة يعمل مكنة صرفانة. كده قفلناه، وهنبتدي في الحالة دي بقى ايه، يعني ندوس عليه نحط ايدنا. طبعا هو بصي مكفي الايد بتاعتنا كلها، يعني واسع وحلو. هنا بقى هنبتدي هنقفل الجنب الاول، يعني حاجة كده حطيناه قدام بعض اهوت، حاطين الظهر مع الامامي كده، هنا الظهر مع الامامي طبقهم هنا مع بعض، وبنحاول نقفل الجنب ده الاول. ده مش هنقفل ده الاول، هنقفل الجنب التاني اللي هو الجانبي اللي هو مكان الجيب كده قصاد بعض، الظهر مع كده قصاد بعض، الظهر من فوق والخلفي من الامامي من تحت. هنجيب دول بعد كده هيتقفلوا كده، هنشوف بقى ازاي هنقفل الجنب الاول. كده قفلنا الجنب اهو خلاص، بعد كده هنقفل الحجر ده، الحجر هنقفل الاول الامامي وبعدين الخلفي. يلا بعد كده هنقفلهم ونرجع ايه نكمل الباقي. كده قفلنا الخلفي وهنا الامامي، كده البنطلون يتقفل كله ما عدا الجزء الداخلي. كده هنقفل بقى الداخلي كده على طول لغاية الناحية التانية، بعد كده هنعمله اوفر. هنا هنركب الاستيك، الاستيك ده كان 64، يعني هيديني 32. هو هيلبس من ميديا للارج، يعني البنطلون ده بيلبس مقاسين او 3 لان هو واسع. قفلنا خلاص الاستيك، الاستيك 4 سنتي، وهنعلم الجنب الجنب الجنب، بعدين هنعلم الامام والخلفي. هنا علامه وهنا علامه، والنص التاني عملت 4 طبقات كده بين علامه تانيه وتانيه، يعني في 4 علامات، الجنبين والخلف والظهر، والظهر والخلف والايه، معلش يا جماعه، الامام والخلف. كده بدبس هنا دبوس في الامامي، والعلامة التانية احطها في الجنب. بعد كده ادبس في الخلف التاني العلامة التانية، بعد كده تبقى العلامة الرابعة اللي هي في الجنب التاني، يعني ال4 علامات حطيناهم في ال4 خياطات. بعد كده ده بعمله اوفر مع البنطلون الوستي مع الاستيك، بعمله اوفر طبعا، بشده وانا بعمل اوفر علشان اللي تمطي معايا قد الاستيك بالظبط. هنا اهو وانا بعمل اوفر بحط الاوفر يدوبك على الحرف بس كده، واشد اساويهم قد بعض، وابتدي ان انا اقفل ايه الاتنين مع بعض، القماشه والاستيك، واحنا شادين شديها كده ايوه بالشكل ده. سهل جدا الاستيك تركيبه كده. افكركم تاني باللايك والتفاعل، يا ريت يعني انا بقول لكم يا ريت تفعلوا، يعني اللي شاف الفيديو يعني يا ريت يعني يعمل كومنت علشان يبقى في تفاعل، يعني ما يكونش المشاهده اكتر من الكومنت، لان كده بالحاله دي بيبقى 70% مشاهده ويعتبر الصفر تفاعل، مفيش تفاعل خالص. كده خلاص عملناه اوفر قفلناه، هنبتدي بقى هنا هندوس عليه على الحرف المكان، هنشد بقى كده نساوي بقى الاستيك مع القماش بالظبط كده، وهنبتدي ندوس ونتاكد من الجيب مساوي مفيش ما يكونش متطبق قطعه الخياطه، وهنحاول بقى ايه نقفله كده ندوس عليه ونشد كده، يعني تكون المطه كلها مع الاستيك قد بعض. الجيب اهوت يعني بطبق بشده كده عشان ما يبقاش فيه زرزره الناحيه التانية. هو بص الجبسة التركيب الاستيك سهل جدا وما فيهوش اي عقوبات ولا فيه اي زرزرة خالص، يعني هو سهل جدا، بنطلون بسيط للغاية، يعني ما فيش ابسط من كده بنطلون اهو. وتركيب الاستيك يعني سهل، طبعا انتوا كنتوا حابين الاستيك اكتر من الكمر، بس انا ما اديتكمش استيك يتركب زي الكمر، لا اديتكم استيك من أستيك يعني الكمر منه فيه في البنطلون نفسه بطريقة نظيفة جدا وبطريقة جميلة
بسيط جدا. هنا هنتني الرجل بعد ما نعملها اوفر، نبتدي نتني الرجل بتاع البنطلون اللي هنلزقها بفوزلين دبل فيس مش تمام، او مثلا نخيطها على طول كده. احنا بقى بنتني الرجل، طبعا دي اخر حاجة في البنطلون، بعد كده بس بيتكوي. وطبعا هقابلكم في فيديو قادم ان شاء الله، هيبقى اشوف اعمل فستان العيد لطفلة سنتين عشان تعرفوا ازاي تعملوا فستان برضو للعيد بأقل تكلفة ويكون نظيف وكأني جايبة براندي من غالي جدا كده. خلاص التانية اتنيت، ادي البنطلون بعد ما خلص ده شكله الاخير، وارجو ان انتوا تعملوه، وارجو باللايك والشير والتفاعل. انا كل اللي عايزاه تفاعل، يعني مش بكررها كتير بس انا مش بلاقي تفاعل، عشان كده انا كمان بخبط بطاقه سلبيه، فياريت ياريت يعني تخلوا الواحد يبقى عنده طاقه. السلام عليكم ورحمه الله.